دائما سيادة الدول وكرامة الدول تبدأ من الدفاع الجوي، لذلك ينبغي ترسين الدفاع الجوي العراقي، ينبغي التعاقد على شراء رادارات أكثر تطور. على العراق أن يضبط إيقاع جميع الفصائل وجميع الجماعات المسلحة يعني على أراضيه، سواء كانت مناوية لتركيا أو المناوية لإيران. وبالوقت عينه على العراق أن يستثمر علاقاته سواء كان مع تركيا ويستثمر الجانب الاقتصادي في الضغط على الجانب التركي، أو حتى على علاقاته الرصينة والتاريخية بينه وبين الجانب الإيراني، لأن هذا يؤدي إلى مزيد من تعميق الهوة ومزيد من خرق للأجواء والسماء العراقية. ولا أعتقد أن هناك حلول تلوح بالأفق ما لم تكن هناك يعني حلول ناجعة، دعيني أقول لك هي تكون بمثابة حل واقعي لكل ما يقع بين يعني مدة وأخرى من هذه الانتهاكات، ويعني خرق الأجواء العراقية من المناطق الشمالية، خصوصا المناطق الشمالية المتمثلة بمناطق الإقليم. الإقليم عليهم أن يعوا أن الإقليم هو جزء لا يتجزأ من تراب الوطن، والإقليم حتى إذا سكت، وإدارة الإقليم وقيادات الإقليم إذا سكتت على نحو لأنها لا تريد أن تستثير الجانب التركي أو الجانب الإيراني، لأنها لا تقوى على محاربته وفتح جبهات قد لا تكون لها قبل فيها في المستقبل.